عمارة المساجد في تاريخ الإسلام ذات شأن عظيم، فهي بيوت الرحمن ومحل راحة المسلمين، فيها تطمئن القلوب وترتاح النفوس وترتقي بالروحانيات. على بعد كيلومترات قليلة من المسجد الحرام وبالقرب من جبل النور وحي الشرائع، وخمسة كيلومترات فقط من ميناء في قلب مخطط العسيلة، يقام جامع جديد، جامع الأمة، منارة ترفع الهمة. انطلقت الفكرة التصميمية لعمارة جامع الأمة من كينونة الجامع كبيت من بيوت الرحمن، حيث يبدأ البناء من دور البدروم، فيشمل قاعة احتفالات وقاعات التدريب، إضافة إلى نطاق المغسلة ووحدة الغسيل الكلوي وحضانة الأطفال ومواقف السيارات. أما الدور الأرضي فيعد الطابق الرئيس للمسجد، حيث تتمركز به قاعة الصلاة الرئيسة، إضافة إلى خدمات متنوعة كالمكتبة الدينية وإدارة المسجد والمواضئ وسكن الإمام. في الجهة الغربية يتواجد مدخل النساء والمؤدي إلى دور الميزانين، وهو مخصص لصلاة النساء والفصول الدراسية والمواضئ. جامع الأمة. تصل عمارة الجامع إلى أعلى مراتب التجرد، فبوابته الرئيسة بعقودها الثلاثية الرشيقة، إضافة إلى منائره المثمنة التكوين ذات الشرفات المتناسقة، يسهما في تقريب أذهان الحجاج والمصلين إلى لحظة الاقتراب من المسجد الحرام، ويحيط بساحة المسجد الخارجية رواقين في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، سقفها يحتوي على كمرات عرضية لتحد من أشعة الشمس بظلالها على أرضياتها الرخامية، ويطل المار بهما على واجهة مدخل الجامع. لم يغفل المصمم أهمية العمارة الداخلية للجامع، فاهتم بمحراب القبلة والمنبر وتمركز أعمدة قاعة الصلاة ذات العقود الدائرية والتي تحمل القبة برشاقة متناهية، ويتدلى منها ثريا بديعة التكوين تكسب مركز الجامع ترابطا رائعا مع جوانبه، فيسهم كل ذلك في إكساب المسجد مزيدا من الهيبة والوقار والصفاء. كلما طالعت في كامل التكوين تلحظ ترابطا بين عناصر الجامع داخله وخارجه، في تناغم بديع لعناصر تنسيق من الأشجار والنافورات. وقد روعي في التصميم جوانب الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ليصبح أول جامع مستدام في المملكة. من تطبيقات عوامل الاستدامة معالجة مياه الوضوء واستخدامها في عمليات ري مسطحاته الخضراء، وأيضا معالجة الفتحات للاستفادة من أكبر كمية إضاءة، وتم عزل الحوائط لتتواءم مع المناخ الحار في مكة، وكذلك استغلال الخلايا الشمسية في إنارة أعمدة الإضاءة في الساحات الخارجية، إضافة إلى توفير وحدات منها على سطح الجامع
لتحويل الطاقة الشمسية طوال النهار إلى طاقة كهربية تخفض استهلاك وحدات الإنارة الداخلية ليلاً. لقد تفاعلت تلك المعاني في نسيج متآلف ليقدم المصمم تحفة معمارية جديدة على أرض مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.